فقد عكف مجلسنا على التفاعل مع مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة، مما كان له الأثر الواضح على حركية المجلس، الأمر الذي أدى إلى مناقشة 21 مشروع قانون والمصادقة عليها، وهي التي تدخل ضمن محاور مختلفة حسب طبيعتها، فمنها ما له علاقة بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين ظروف العيش والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال تحسين الإطار المعيشي، ومنها ما له علاقة بالطابع الاقتصادي والرامية إلى خلق مناخ صالح للأعمال وتشجيع الاستثمار وبث روح المنافسة وخلق الثروة والانتقال للاستثمار المنتج مواكبة للتحول الذي عزمت عليه الدولة الجزائرية وجسده برنامج السيد رئيس الجمهورية. وسجلنا إيداع أكثر من 1686 سؤال كتابي، تمت الإجابة لحد الآن على 1387 سؤال، كما أحصينا 629 سؤال شفوي تمت الإجابة على 474 منها. وقد تعززت دواتنا أيضا بتفعيل دور البعثات الاستعلامية المؤقتة والتي وصلت إلى 44 بعثة.